لا لينا في السياسة ولا بنحاكم الناس على شيء غير ما ارتكبوه. وأرجو أن يكون هذا المؤتمر أو هذا اللقاء بداية تصحيح المسار، وإنه ما نصمش. أنتوا خليتوا واحد زي كيري يقول لك القضاء المصري مسيس. مسيس إيه يهبل؟ القضاء المصري حكم على الرئيس الأسبق بالأشغال الشاقة المؤبدة. طب اشرحها لي بقى، مسيس إزاي علاه؟ ولا أنتوا عشان القضاء المصري ما يبقاش مسيس كان المفروض ان يحكم على الرئيس المصري بحاجه فوق الاشغال الشاقه المؤبده او السجن المؤبد؟ فيش مسؤول في الدوله، واتحدى واللي عنده دليل بتحداه، ان كان راجل او ان كانت ست، يقوم يقول للقاضي الفلاني فلان الفلاني من المسؤولين او وكيل النيابه الفلاني المسؤول الفلاني مش كلمه في قضيه، راح قدام مكتبه. ما يقدر.